منطقة دير القمر ووسط الطبيعة الخلابة يقع مركز مدرسة الجالية الأمريكية في بيروت ACS للتعليم الخارجي أو Outdoor Schooling. حقائب الطلاب الذين وصلوا باكراً ملأت المدخل الرئيس، والتلامذة الصغار اجتمعوا أولاً للدردشة وتناول الوجبة الصباحية قبل الانطلاق في نهارهم الطويل، والذي سيبدأ أولاً بتركيب الخيم. صعب شوي نركب الخيمة بس كتير حلوة. هلأ ركبنا الخيمة، حنتعلم هون وحنم. لما يقولونا بالمدرسة إنه بدنا نروح على الطبيعة بكون كتير متحمسة. إن نهار النشاطات المدرسية في الطبيعة هو يوم من أيام الدراسة اليومية، ويندرج ضمن المنهج الدراسي للمدرسة، بحيث تعتبر الإدارة إن الحاجة إلى التغيير عند الطالب تعطيه حافزاً أكبر للإنتاج الدراسي وتوفر له طاقة إيجابية. التلاميذ بيظهروا برا المدرسة، بيروحوا بيقضوا نهار كامل بالطبيعة أو بيروحوا يخيموا بمناطق بعيدة. يلي بيصير بيروحوا بيتعرفوا على النباتات، على الحيوانات، على التعاطي والتعامل مع الطبيعة. وكل ما يتعاملوا مع الطبيعة، كل ما يفهموها زيادة، كل ما يصيروا يحترموها. لما بيصير في احترام للطبيعة، شو بيصير عنا؟ بيصير عنا مواطن صالح. وهذه من ثقافة المدرسة عنا. بعد ذلك تبدأ الدروس وسط الطبيعة الخضراء، حيث لا جدران تقيدهم ولا مقاعد محددة لهم. هنا حرية الطالب الجسدية تضاعف من حريته التعبيرية والإنتاجية. بس نطلع بالطبيعة منحس إنه الأولاد بيصوعبوا أكتر بالفهم، بيقدروا يعبروا عن الأيدياز تبعهم بطريقة أسرع، بيحكوا، بيركزوا علينا، بيطبعوا القوانين اللي عم نقلون إياها. يتنوع النهار بالنشاطات المختلفة، فبعيداً عن الدراسة يعيش المتعلمون لحظات تتنوع ما بين اللعب، الاستكشاف والتسلية. لحظات تنطبع في ذاكرتهم وتجعل للدوام الدراسي والتعلم طعماً آخر. أنا بالنسبة لي هون بيسمعوا لي أكثر. بالمدرسة بحسهم مكبوتين أكثر. هون بتعطيهم حريتهم، بيسمعوا لي حتى لو تركتيهم بالغابة، يعني يروحوا بتعطيهم مرة واحدة بيجوا لعندك. يتابع المتعلمين فريق عمل متخصص ومتيقظ جداً على سلامتهم وعلى سلامة الأهداف التي من أجلها يعملون. في عصر السرعة، التكنولوجيا والعولمة، تتضاعف مسؤولية التربويين في جعل الأجيال الصاعدة تتعرف وتتقرب أكثر من الحياة الطبيعية. ميرنا غرزوزي، اليوم على الحرة، بيروت.